اليوم موجودة أنا بالفي آي بي إيفنت تحت نحكي عن برنامج تكي يلي هو ويب أبليكيشن. بلش بفيديوهات بتتناول مواضيع تكنولوجية سهلة سريعة ومبسطة لتخبر الناس عن آخر الابتكارات بمجال التكنولوجيا وطريقة استخدامها بشكل صحيح. الهدف من هيدا الأونلاين سيريز يلي هو موجود على اليوتيوب شانل تبعو البزنس باي دارين تحت بلاي ليست تكي واللي بيطلع اسبوعيا, انه هن فيديوهات قصيره الهدف منها زياده الوعي الاجتماعي بالعالم العربي حول الاستخدامات الصحيحه للتكنولوجيا واخر الابتكارات يلي نحن ممكن نعوزها بحياتنا اليوميه, مع الاضاءه على اهم المبتكرين والمبرمجين او الاشخاص اللي عملوا ثوره او نقله نوعيه بمجال التكنولوجيا. طبعا المشاركه اليوم كانت كتير قيمة لأنه تواجدت بين مجموعة كبيرة من السيدات, وكل وحدة حاملة بجعبتها مجموعة كبيرة من الخبرات الحياتية. يمكن تناقشنا تحورنا, ما بعتبر حالي قدمت, يمكن قدمت تجربتي البسيطة قدام تجربهم الكبيرة بالحياة, بس هو كل واحد عنده تجربة, كل واحد عنده قصة, مثل ما أنا عندي قصة بمجال التكنولوجيا أو بمجال الحياة. طبعا كل واحد هلأ عم بيشوفني بيعرف أنه عنده قصة, واليوم على العالم الافتراضي قصصنا لازم نتشاركها لنكون ليدر أو نكون قادرين أنه نغير, لأنه اللي بيطلع من تمنا بالكلام هو تأثيره أكبر بكتير من أشكالنا والوقت اللي بنمضيه على المكياج ولبس القصص الحلوة. الأهم يعني, وهيدا اللي بقوله واللي اليوم تناقشناه مع الستات, الأهم اللي منقوله, الأهم هو الخبرة اللي منخبرها, الأهم هي القصة اللي منقولها, شو الهدف منها. إذا ما رح نساعد الناس, إذا ما رح نساعد هالجمهور الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي وبالعالم الافتراضي, ما نقوله, لأنه نحن بمجتمعات كتير دقيقة بعصر فقدنا لكتير من القيم القديمة, لنحافظ على ما تبقى لدينا ونزيد الثقافة والوعي عند الأجيال الجديدة وعند أجيالنا تما تطلع عن المسار, ننتبه كتير على كل شيء منه. وبرجع أقول إذا ما كان الفحوى أو المواضيع أو حتى الصور إلها معنى ما تشاركوا.